سيدي سيداتي، مرحبا بكم من جديد. معكم طارق. كما ولفتكم في الميزات العقاري، اليوم جيت باش غادي نوصف لكم احدى الشقق اللي كتباع بالتجهيزات او بالفراش ديالها كامل. كان المطبخ عندي مفتوح على السجور، فيها كذلك واحد الصالون اللي هو عامر فيه لي كليماتيزر. كنقول لكم اجيو معايا، ما نكثرش لكم الهضره، نشوفوا العقار، الموقع، ليطاج وكذلك الثمن. اللي كنطلب منكم هو البارطاج ديال هذا الفيديو مع الصحاب والعائله والاهل. بركه الله نبداو اياكم الوصف ديال هذا العقار اللي كنقول لكم مختلف على شنو كنصور لكم ديما. جايب لكم هذه الشقه، هذه اول شيء كتواجد في عماره اللي عندهم السانديك، هذه الملاحظه اللي شفت كاين فيها كاميرا ديال المراقبه في المدخل ديالها. اما بالنسبه للشقه ديالي فهذا هو الباب ديالها، فهو باب اللي هي مقاومه للكسر. بالنسبه للصباغه ديالها مازال نقيه وكل شيء مازال فيها جديد. كنقول لكم العقار راه جاي بواحد الواجهه اللي كلها على الزنقه، ما كيطلش في لاكور. بالنسبه للطابق فين كتواجد، فهي كتواجد في الطابق اللي هو الثالث، خا وكما قلت عماره اللي هي مبهجه وعماره اللي هي نقيه. زيدكم اعزائي المشاهدين، حتى بالنسبه للفراش ديالها فهو فراش كله مازال جديد وفي حله مازال نقيه. تم لي كليماتيزر كاينين، الكلام ديالها طبالي ما الى ذلك. كنقول لكم كنتواجد بكم بالضبط اليوم بمدينه مكنعس، والحي فين كيتواجد العقار ديالي ديال اليوم فهو حي المنصور. حي المنصور، والناس اللي ما تعرفش حي المنصور، ففيه جميع المراكز.